في آخر محطة من جولة في المنطقة قادته إلى الكويت وقطر، حتى وزير الخارجية الإيرانية الرحال في العراق اليوم. دعا محمد جواد ظريف دول المنطقة إلى فتح صفحة جديدة بعدما توصلت بلاده لاتفاق مع الدول الكبرى، كما دعا إلى التعاون لمحاربة التطرف والإرهاب. ومن المقرر يلتقي ظريف خلال زيارته للعراق التي تستمر عدة أيام برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ومسؤولين عراقيين آخرين. قد أثار المسؤول الإيراني إلى ذلك الملف اليمني في خضم حديثه عن الأوضاع في المنطقة. بالنسبة للحكومة السعودية، نحن نرفض سياسة الحكومة باستخدام القوة ضد الشعب اليمني. هذا لا يحقق أي شيء. ليس لدينا أي اعتراض ولم نضع أي عقبات في طريق الحوار بين دول المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.